كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح احكي فيه عن شو؟ عن احد اقوى المكونات يلي بيستخدموها الكوريين بالعنايه ببشرتهم. طبعا هذا المكون يلي بيخفف التجاعيد ويلي بيعطيهم هي البشره يلي هن دائما عندهم اياها يلي عم تلمع لنا. بس قبل ما بلش بالفيديو، اذا انتم جدد على القناه لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر التنبيهات لحتى يوصلكم كل فيديو انا بنزله. هلا خلونا نبلش. شو اول شيء بيخطر ببالكم لما تفكروا بالكوريين او كوريا بشكل عام؟ هل انتم بتفكروا بالدراما الكوريه او بالفرق الكوريه او بالعنايه بالبشره الكوريه؟ مثل ما بتشوفوا، ما بعرف اذا انتم ملاحظين هذا الشيء، بس دائما بتشوفوا انه الكوريين بيبينوا اصغر من عمرهم الحقيقي، يعني هن كثير بيعتنوا ببشرتهم لدرجه انه بيبينوا عن جد اصغر من عمرهم. فما عندكم فضول تعرفوا شو السر يلي بيخلي بشرتهم هيك وشو الشيء اللي عم يستخدموه؟ فالكوريين مو بس عندهم سر واحد، انه عندهم اسرار، وانا رح احكي بهذا الفيديو عن سر واحد حاليا، وبعدين بالفيديوهات الثانيه ان شاء الله بحكي عن باقي الاسرار اللي اكتشفتها كمان. رح احكي عن اول مكون يلي هو اقوى مكون بيستخدموه، واللي هو الجينسينج. الجينسينج بالانجليزي اكيد انتم سمعاني عنه، كثير مشهور وكثير كل العالم بتعرفه، وهي نبته كانوا يستخدموها من الاف السنين. طبعا الجينسينج كثير انواع، في الجينسينج الامريكي، السيبيري والصيني والكوري، كمان معروف باسم باناكس. باناكس يعني باللغه اللاتينيه يعني كل الشفاء، ونحن بهذا الفيديو رح نحكي عن الجينسينج الكوري. طب ليش اسمه الجينسينج الكوري ومو بس جينسينج؟ يعني ليش الكوري؟ نبتة الجينسينج بدها شروط معينة لتعيش وبيئة معينة، فلهيك ما بتنمو بكل الأماكن. والجينسينج الكوري يعني له كتير خصائص قوية وكتير خصائص طبية. كوريا موقع جغرافية بتكون بيئة مثالية لنمو الجينسينج. فالكوريين شو بيساووا؟ الكوريين بيستخدموا الجينسينج للعناية ببشرتهم. ليش؟ وليش شو فوائد الجينسينج؟ يعني ليش هن بيحطوه بيستخدموه على بشرتهم؟ طبعا الجينسينج له فوائد كتير عديدة، يعني لا تعد ولا تحصى عن جد، لانه مو بس له فوائد على جسمنا، له فوائد على بشرتنا كمان. طبعا انا ما حكي لا عن فوائده للجسم لانه بهذا الفيديو حيصير كتير طويل، رح احكي فيه بس عن فوائد للبشرة. اول شيء يلي بيساويه انه هو بيعطي مرونة للبشرة وبيرطب البشرة وبيغذيها. ثاني شيء بيعالج البقع الداكنة، يعني شو اذا كان عندنا اثار حبوب وكلف وبقع هيك، يعني علامات من الحبوب من حب الشباب، فكله بيروحها وبيخففها مع الوقت. مو بس هيك، اذا كان عندنا هالات سودا تحت العين كمان بيخففها وبيروحها، فكتير منيح لهي القصة. واهم شغلة بيساويها يلي هي انه بيحارب لنا التجاعيد. يعني كيف بيحارب لنا التجاعيد؟ لكم كيف. اول شيء هو غني بالمضادات الاكسدال، انتي اوكسيدنت اسمه، وكمان غني بالمعادن والفيتامينات، وكمان شو بيساوي؟ بيحسن انتاج الكولاجين بالبشرة، يعني بيزيد كمان من انتاج الكولاجين، وهذا الشيء اللي بيخلي عملية الشيخوخة تتأخر عنا، عرفتوا؟ يطلع لنا خطوط وتجاعيد، كله هذا الشيء بيأخر منه. فعن جد يعني كتير 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 فوائده منيحة للبشرة، يعني عن جد انتم عم تحطوا شيء طبيعي على بشرتكم. امتى فيكم تستخدموا الجينسينج؟ اذا بدكم تحطوه مثلا على بشرتكم، او بشكل عام اذا انتم بدكم تبلشوا بالانتي ايجينج بكريمات اللي ضد الشيخوخه، امتى لازم تبلشوا فيها؟ يعني انو انسب وقت؟ انسب وقت لتبلشوا فيها اللي هو بين 20 لل 40، لانه بفتره العشرينات يعني انتم بتبلشوا بقى هات يقل الكولاجين عندكم، فلهيك انتم اذا بلشتوا من 20 لو تحطوا كريمات ضد التجاعيد بيكون احسن. طبعا اقل من هيك ما بنصح ابدا، يعني من 20 لل 40 بهي الفتره فيكم تستخدموا هذا الجينسينج تحطوه على بشرتكم. ناخذ بريك. لهيك انتم قبل ما تشتروا الجينسينج عشان تحطوه على بشرتكم لازم تعرفوا شو هو، لانه له انواع، يعني مو اي جينسينج خلص تشتروه وتحطوه على بشرتكم، لا، لانه الجينسينج له انواع مختلفه ومو كلياتهم مناح للبشره. اول نوع بدي احكي عليه اللي هو الجينسينج المزروع، يعني بينزرع. هذا الجينسينج هو يعني من ناحيه الكواليتات مو كل هالقد، لانه ما بيكون فيه عناصر كتير غنيه، بيكون قليل فيه الفيتامينات والمعادن، فانتوا بعدوا عن الجينسينج المزروع. ثاني واحد اللي هو عندنا الجينسينج البري، هذا الجينسينج بيكون غني بالمعادن والفيتامينات 10 اضعاف هذاك الجينسينج اللي حكيت عنه الجينسينج المزروع، فهذا بيكون ممتص كل المعادن والفيتامينات من التربه، لانه يعني عرفتوا جينسينج بري. فهذا هو النوع اللي انتو لازم دائما تبحثوا عنه وتجيبوا، لازم تعرفوا مثلا هذا المستحضر التجميل المكتوب عليه جينسينج، اوكي طب شو هو الجينسينج المكتوب فيه؟ شو هو؟ هو جينسينج مزروع ولا جينسينج بري؟ لازم تعرفوا الفرق، يعني مو اي واحد تشتروه.
طبعا انتو اذا عم تشتروا كريم كوري ما حتعرفوا شوية شو اسمائهم. اول شي الجينسينج المزروع اسمه انسام، اكتب لكم اياه هون بالانجليزي ومكتوب كمان بالكوري فوقه عشان اذا مثلا اشتريتوا مستحضر كوري تعرفوا شو مكتوب. هذا هو الجينسينج المزروع يعني انسام. ثاني شيء اللي هو الجينسينج البرية اللي اسمه ساسام، اوكي كتبت لكم اياه من هون عشان بس تشتروا شيء تعرفوا تقروا وتعرفوا انه اوكي هذا هذا جينسينج بري وهذا جينسينج مزروع. ثاني شيء لازم تنتبهوا عليه اللي هو عمر الجينسينج، يعني قد ايه صار له الجينسينج مزروع او موجود. يعني عمر الجينسينج كثير كثير بيأثر على شو اللي احنا لازم نشتري لحتى نعرف اذا هذا الجينسينج مفيد لبشرتنا ولا لا، ولا انه خلص بنحطه وخلص يعني ما مستفيد شيء. فعمر الجينسينج كتير 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 مهم ولازم كتير تدققوا عليه. عندنا ثلاث انواع. اول نوع اللي هو فريش جينسينج، انا حاطه لكم صورته هون مع اسمه. هذا النوع بيكون عمره اقل من 3 ل 4 سنين وبيكون فوائده شوي قليله، وكمان بيستخدموه بس يعني للطبخ يعني مو لشيء ثاني. ثاني شيء اللي احكي لكم اياه اللي هو وايت جينسينج، الجينسينج الابيض. هذا النوع بيكون عمره بين 4 ل 6 سنين. هذا النوع بيكون يعني احسن فريش جينسينج اللي حكيت لكم عنه اول واحد، بيكون احسن شوي. هذا النوع بيكون مقشر ومجفف، فهي العمليه تبع التجفيف بتخليه يخسر كثير من الفوائد تبعه، عرفتوا يعني بيروح الفوائد تبعه بهي العمليه كلياتها، فما بنصح فيه هذا للبشره ابدا. وفي عندنا كمان ثالث واحد واللي هو اهم اهم واحد، ركزوا لي عليه كثير منيح، يلي هو اسمه ريد جينسينج، الجينسينج الاحمر. هذا الجينسينج الاحمر يلي هو بيستخدموه اكثر شيء للعنايه بالبشره ويكون اغلى سعره من بقايا انواع الجينسينج. ليش؟ الجينسينج الاحمر بيكون عمره 6 سنين وكمان ما بيكون يعني مقشر ولا مجفف، بيكون مارر يعني بمرحله اسمها مرحله التبخير، عرفتوا يعني ستيم هيك اسمها. فهي العملية تبع التبخير بيخليه ما يخسر الفوائد المهمة تبعه وبيخليه يزيد انه من الفائدة تبعه بهي العملية تبع التبخير، فليك تغير لونه بهي العملية تبع التبخير وبيصير لونه احمر. بس هذا عن جد اهم 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 جينسينج اللي عم بحكي عليه واللي عم ركز عليه اللي هو الجينسينج الاحمر، لانه باي مستحضر تجميل بتكون تدوروا عليه بتكون تشتروا لازم تقروا اهم شيء انه الجينسينج الاحمر يكون محطوط، وتعرفوا انه كمان مثل ما قلت لكم اذا كان مزروع ولا كان بري. طبعا انا فتت كثير بالتفاصيل بس انا حبيت انه ركز شوي على هاي القصه، لانه ما لازم تشتروا اي شيء مثلا انا هلا اجي اطلع لكم انه هذا الكريم منيح على الجينسينج او شيء، وانتم تروحوا على الانترنت تدوروا على كريم جينسينج وتشتروا اي واحد. فهاي الشغله كثير منيحه انه تعرفوا انتم شو عم تشتروا، شو المنيح وشو المنيح. فلهيك فتت شوي بالتفاصيل، بس هلا رح اجي كمان لشيء مهم، انه اليوم بدي اورجيكم انا منتج جربته كثير 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 منيح من شركه كوريه، رح اورجيكم اياه بس اول شيء من الكاسه تبعي. فبدي اورجيكم هذا السيروم يلي هو سيروم كوري. هذا السيروم هو سيروم جينسينج، وهلا طبعا حكيت عن فوائده للبشره وكيف انه بيخلي التجاعيد تروح ببيض البشره، يعني فوائده بتجنن، رح اورجيكم اياه. فهذا حقراكم اياه شو مكتوب عليه. مكتوب من هو من شركه ام فروم، هي الشركه تبع الجينسينج يلي هي بتساوي دائما منتجات طبيعيه اكثر شيء. فهذا هو سيروم للجينسينج ومن كوريا الجنوبية، مكتوب عليه انه هو من جيري ماونتن يلي هي جبال الجيري بكوريا، وكمان مكتوب انه هون مثل ما قلت لكم انا مكتوب ساسم يلي هو الجينسينج البري، فهذا الشيء منيح. وكمان مكتوب الجينسينج الاحمر الريد جينسينج موجود فيه، وكمان موجود بذور زيت الجينسينج. فكتير كتير هي الشركة منيحة، انه انا مو بس خلص انه شفت اوكي بدي اجيب كريم جينسينج او سيروم جينسينج، لا انا عملت كثير بحوثات على الانترنت وبكتب وكثير شفت يعني عالم مدحت فيه لهذا المنتج. وانا يعني مو اول مره بشتري من هي الشركه، يعني شاريه من هي الشركه كمان سيروم بدي احكي عليه ان شاء الله بالفيديو الجاي. بس هذا السيروم تبع الجينسينج كثير كثير منيح. اوكي هلا حافتح لكم العلبه واورجيكم اياه. رح ورجيكم اياه هو بيجي هيك،
فمثل ما وجدتكم العلبة، العلبة كتير حلوة يعني، كتير حبيتها يعني، وفي هذا اللون الترابي انه هيك انه طبيعي، واحلى شي فيه انه هاي الماسورة هيك انه فيكم بقى بدون ما تلوتوا لا ايديكم ولا شي بتحطوا هيك وبترجعوا بتسكروها، فهذا الشي كتير حلو فيه. يعني قبل ما تستخدموا هذا السيروم اول شغله لازم تسووها اللي هي انه جربوه اول شيء على بشرتكم، تحطوها هون او هون انه تشوفوا اذا بشرتكم بتتحسس من الجينسنج، يعني اذا صارت حمراء وهيك يعني حرقتكم شوي فانتم هون لا تحطوه ابدا على وشكم لانه بتتحسسوا، خاصه انا مثلا عندي بشره حساسه ف مو اي كريم بقدر احطه على وشي، لازم يعني يكون كثير شيء خفيف وكتير يعني شيء ما يأذي لأنه عندي بشرة حساسة، فهذا عن جد ما حسس لي بشرتي أبدا طبعا، بس أنا جربت هون أول شيء. وأنتوا كمان لما تحطوه على بشرتكم يعني ما تحطوا بعده لا كريم ولا شيء، وكمان الشيء الحلو فيه إنه ما بيلزق هيك ما بتدبق، يعني إنه تحطوه على بشرتكم بيتدبق أو بضل لتاني يوم هيك بشرتكم عرفتوا يعني من زيت او شيء، لا ابدا، يعني 5 دقائق 10 دقائق ان كترت بتحسوا انه بشرتكم غبته يعني ما عاد في شيء، بس بتحسوا انه هيك ناعم صار وبيلمع وشكم هيك شوي، يعني تعطيكم هي اللمعه عرفتوها هي اللمعه الصحيه. والشيء اللي فيه كمان انه له ريحه، يعني مو ريحه سيئه بس ريحه هيك، تعرفوا انتم مثلا لما تحطوا ماسك عسل او شيء يعني فيه هيك ريحه مثل السكر، بس مو يعني سكر بس انه هيك ريحة هي سويت و بس ريحة اكتر الجينسينج عرفتوا، ف ريحته يعني مقبولة، مو انه هي ريحة البارفان، يعني مثل ما قلتلكم هذا مكون طبيعي يعني مشان هيك ريحته عادية، مثل كأنكم تحطوا لبن او عسل او اي شيء على بشرتكم بيكون ريحته الحقيقية، فهذا هو الجينسينج الاحمر جواته، وهذا الشيء اللي لازم تنتبهوا عليه لما تشتروه يا كريم او سيروم فيه هذا العامل الجينسينج. فهذا فيكم تشتروه يا من الموقع الخاص لهي الشركه يا اما فيكم تشتروه من الامازون، فانا حاط لكم الرابط تبعه تحت بصندوق الوصف اذا بدكم تشتروه منه، وعن جد كثير بنصح تشتروا منه خاصه انتم بدكم تحاربوا التجاعيد، يعني انه بحفز لكم انتاج الكولاجين وبيزيد من انتاج الكولاجين. هذا كان الفيديو اليوم، بعرف كتير فتت بالتفاصيل بس كان المهم لازم انه تعرفوا شو هو السر بشرة الكوريين وشو اللي هو يستخدموه، وعرفتوا هلا، وبعد ما عرفتوا دائما لما بدكم تشتروا اي شيء فانتبهوا على الاشياء اللي قلت لكم عليها، ان شاء الله اكون عم بقدر فيدكم بفيديوهاتي، واذا كنتوا جديد على القناه لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر التنبيهات، وكمان تابعوني على حسابي على الانستغرام رح احط لكم اياه هون تحت، وبس هلا بشوفكم بفيديو جاي، مع السلامه، باي باي.